إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا ريب أن من أعز مقاصد المؤمنين وأشهى مطالبهم وغاية نفوسهم ورؤية دينهم ظاهرا وكتاب ربهم مهيمنا وعلو راية التوحيد والفرح بنصر الله، النصر للمؤمنين وعد من الله وحقيقة من حقائق الوجود وسنة باقية من سنن الله. فقد يؤخر النصر لحكمة يريدها الله، فتظهر بادئ الرأي هزيمة، ويهزم الحق في معركة، ويظهر الباطل في مرحلة، وكلها في منطق القرآن صور للنصر تخفى حكمتها على البشر. والمؤمنون غير مطالبين بنتائج، إنما هم مطالبون بالسير على نهج القرآن وأوامره. والنصر بعد ذلك من أمر الله يصنع به ما يشاء. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. أيها المسلمون، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بصدق العلماء وبجهود الدعاة وبدماء الشهداء، بالجد لا بالهزل، بالأعمال لا بالأقوال ولا بالآمال، بالقلوب الصادقة لا بالنفوس الخائنة. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كيف تيأس أمة معها هذه النصوص من كتاب الله، بل معها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تيأس أمة معها خبر صادق ثابت لا شك فيه، لا شك فيه أنها باقية ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة؟ أيها المسلمون، قد يتأخر النصر لأن بناء الأمة لم ينضج ولم يشتد ساعده، ولأن البيئة لم تتهيأ لاستقباله. ويتأخر النصر لتزيد الأمة صلتها بالله، وقد تعاني وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سنداً إلا الله. وقد يتأخر النصر لتتجرد الأمة في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته. مع ذا فالنصر آت، لكنه لا يأتي عفويا، بل له سنن خلدها الله في كتابه ليعلم ويتعامل معها المؤمنون. منها أن النصر من الله. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومنها أن الله لا ينصر إلا من ينصره. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومنها أن النصر لا يكون إلا للمؤمنين وبالمؤمنين. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن متطلبات النصر التجمل بالصبر، هذا ما نستفيده من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ومن أسباب النصر الثبات وكثرة ذكر الله، والاتحاد والاجتماع وعدم التنازع والاختلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الناصر لعباده المؤمنين المتأملين بسننه الكونية والشرعية، المستعدين للعدو تمام الاستعداد. وأصلي وأسلم على خير أنبيائه ورسله نبي الرحمة والملحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، دين الله سيعلو ونوره سيملأ الآفاق. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن ذا يقدر أن يطفئ نور الله؟ ومن يستطيع أن يحارب الله؟ فبالمقاييس المادية يظن الناظر إلى أحوال المسلمين أنها سوداء قاتمة، وهي وفي موازين الإيمان مبشرة مطمئنة. فكلما اشتد المحن قرب انبلاج الفجر وتحقق المنح. لا يدري المسلم متى النصر، إلا أننا نعلم أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين. فلا نستيأس من ضعف المسلمين حينا من الدهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان جورا. ثم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. إنها بشريات تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتثبت كل صاحب محنة وتريح قلب كل فاقد للأمل من أبناء هذا الدين. لأنه وعد الله، ووعد الله لا يخلف، لكنها مسألة التوقيت المقدور والأجر المحدود. لا تيأسوا، ليل الشقاء سينجلي، والفجر سوف يزف صوت البلبل، وستحمل الدنيا مشاعل نصرنا في كفها وتدك كل مضلل. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في الصومال وفي غيرها، اللهم انصر المجاهدين في الصومال، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.